باركي يا نفسي الرب ويا كل أحشاء اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب ولا تنسي جميع حسناته. الله معكم وين ما كنتوا عم تشاهدونا بحلقة جديدة من برنامج مشوار بكتابك الجزء الثاني. نحن اليوم رح نكون مع سروز أبي عاد مثل العادة. نقلك سروز شكرا كل مرة منقلك شكرا، هيك بتدوم النعم بدوم حلقات كمان قلك شكرا وشكرا الكبير للرب. نعم يسوع. أكيد أكيد وبيدوموا هيك حلقات أطول وأطول حتى نتعمق أكتر بالكتاب المقدس. نحن هالفترة بالجزء الثاني عم نحاول أنه قد ما فينا ناخد مواضيع نوعا ما اجتماعية يلي بتدق فينا وبحياتنا، ولكن نغرفها من الكتاب المقدس. مثل اليوم رح نفوت بموضوع يلي هو يمكن كتير شائع للأسف فينا نقول بين البيت الواحد، بين الإخوة بالبيت الواحد وين ما كان على كل وجه الأرض، وما فينا نقول إلا الله يحط السلام أكيد بالبيوت. ولكن اليوم نحن رح نفوت بمواقف غيرة نعم بالكتاب المقدس، والحلو أنه كل المواقف اللي نحن بنعيشها والحالات اللي نحن بنعيشها موجودة بالكتاب المقدس، ومن هون بنقدر نتعلم كيف نتفاعل معه ونتعامل معه. اليوم رح ناخد أحد المواقف من الغيرة، لأنه بنعرف أنه نحن في كتير مواقف غيرة، وأكيد نحن رح نشوف قبل ريبورتاج يلي هو إخوتنا الشباب والصبايا شو بيفكروا عن المواقف الغيرة بالكتاب المقدس. تعرف موقف غيرة بين الإخوة بالكتاب المقدس؟ بتذكر قصة بالعهد القديم قايين وهابيل. في مثل الابن الشاطر لما بيرجع عند بيه من بعد ما كان ضال، خيه بغار منه. بين قايين وهابيل. قايين قتل هابيل بس ما بعرف ليه. هابيل قدم ذبيحة لله وقبل له إياها الله، وقايين ما قبل له إياها لأنه ما كان قريب من الله كتير، فقام قايين غار من خيه هابيل وقام قتله. في غيرة إخوة يوسف من يوسف، من هيك حطوه بالبير وبيعوه رجعوا للتجار المصريين. في غيرة عيسو من يعقوب. عيسو ويعقوب بيختلفوا على البكرية، وقت نقول البكرية يعني مين بده يكون وريث بيه، مين بده ياخد مصرياته والسلطة والجاه. مثلا الابن الشاطر لما بيرجع عند بيه من بعد ما كان ضال، خيه بغار منه. فلما رجع خيه خوت انه كيف بيه استقبله وكذا وإلى ما هنالك. فهون يعني كانت ما كانوا عم بعيشوا العلاقة الأخوية مزبوطة ولا العلاقة البنوية. رفض بيه يعني بطريقة ما، اجا وعمل له وليمة فغار على هيدا الفكرة. فالابن الكبير غار من خيه، كيف انه البي هيك سامحه وحضنه بالأحضان. في غيرة الرسل من يعقوب ويوحنا، وقت اللي اجت امهم تطلب من يسوع يقعدهم واحد عن يمينه وواحد عن شماله. مرتا لانه كمان حابه تتسمى على كلام يسوع، ظهرت غيرتها من اختها مريم انه كيف انا مشغوله وعم بشتغل وعم حضر وعندك ألف شغله فوق راسي وانت قاعده جوز عم تتسمعي على كلام يسوع وما ساعدتيني بشي. يوسف ابن يعقوب واخواته، يوسف هو من ام وحده، من ام غير ام اخواته 12، وكانوا هني غاروا من يوسف لأنه كان هو أكتر شخص مغنج بالعائلة. قصة ابن الضال فيها صراع بين الخيل الكبير والخيل الصغير، وبيجي بغار منه ابنه الكبير، بقال له أنه ليش عملت له هيك، ليش عمل أنه صرف كل المصاري وكل شيء. قال له أنه أنا ابنك كنت ضال ورجعت لقيته، وهي الفكرة أنه المسامحة أكيد بين حيالة شخص، وأهم شيء أنه العائلة كمان. من بعد ما شفنا شو بيفكروا بالكتاب المقدس بمواقف الغيرة، مثلا أكتر شيء حكيوا عن الابن الضال بالعهد الجديد، وعن يوسف وإخواته يعقوب وعيسو، وكمان جابوا سيرة الموضوع اللي رح نفوت فيه يلي هو قايين وهابيل يلي هن أول خيين عوج الأرض. فينا هيك شوي نعمل مقدمة صغيرة فينا عن هالخيين للأسف يلي وصلوا لذروة الحقد بين بعض، أو واحد منهم يمكن. يعني بالمقدمة قلتي سر مشلين موضوع شائع، فعلا شائع وشائك، لأنه من هالموضوع ينتج كتير مشاكل
مشاكل وممكن تأدي، يعني إذا تفاقمت وما انحلت ممكن تأدي للقتل مثل ما صار فيه هون. مثل ما صار فيه. بالحقيقة قصة قايين وهابيل قصة معروفة، معروفة جدا، ولكن فيها إشكاليات، فيها إشكاليات. أول إشكالية منشوفها هي إنه إذا بدنا ناخذ الكتاب المقدس مثل ما وصلنا، يعني نحن بالفصل الرابع من سفر التكوين. نعم. يعني لحد هلا شفنا كيف ربنا خلق آدم بصورة مش مثل ما كل إنسان بيخلق أكيد، لأن ما أجا من رجل وامرأة، ورجع خلق حواء. أوكي، خلق الإنسان بالأول، أنا ما عندي هذه نظرية تانية، إنه خلق الإنسان ومن الإنسان طلع آدم وحواء تنكون هيدا. صحيح. إيه، هذه واضحة بالكتاب المقدس، بينعمل لها موضوع وحده، بس المهم إنه اثنيناتهم انخلقوا بطريقة مش مثل ما بينخلق كل إنسان. نعم. مش مثل، مش علاقة زوجية بين رجل وامرأة. أول إنسان بيخلق من علاقة زوجية بين رجل وامرأة هو قايين. هيدي أول، هاي أول نقطة منشوفها هون. ولكن الإشكالية وين الإشكالية؟ الإشكالية إنه خلق قايين وخلق وراه خيو هابيل. نعم. وهون بلشنا بالإشكالية، إنه مع جو الحياة وجو الخلق وجو الحلو الصفاء بلشنا بالموت. الموت بحد ذاته هو إشكالية. أكيد. بعدنا بالعهد القديم هو مشكلة، يعني ذروة الخلاف، فينا نقول الموت وقت بيكون في خلاف بين اثنين. ايه، او القتل. ايه، ذروة. عم بحكي مع هابيل بخصوص هابيل، الإشكالية اللي بيطرحها هيدا النص. هابيل مات. الموت بحد ذاته كتير صعب، وكيف بده يتفسر بالعهد القديم؟ بعد كتير بكير تنفهم شو معنى الموت. نعم. تاني نقطة، اللي عم بيموت هو شاب كمان، هاي إشكالية تاني، موت شاب مش إنسان شبع من أيامه ومن سنينه ومن خيرات، موت شاب. نعم. تالت نقطة، هالشاب اللي عم بيموت مش موت طبيعي، موت عنف. كمان هون عنا إشكالية تالتة. وإشكالية رابعة، اللي عم بيموت من قبل خيو اللي عم يفرض عليه الموت، يعني خيو اللي عم بيقتله، هاي الأخطر. ايه، عم شوف انه عم تكبر كتير كتير. وكمان الإشكالية انه اللي عم بيموت موت قتل هو إنسان بار. بار، يعني ما بيستحق، انه ما عمل شيء بيستحق. فاذا نشوف انه فعلا عم تكبر القصة وتتعقد. نعم. الإشكالية الثانية، يلي إذا منقرأ هالنص مثل ما هو قراءة حرفية، يبدو لنا للوهلة الأولى أنه السبب اللي أدى إلى موت هابيل من قبل خيو، قتل هابيل، هو الله. هون إشكالية كبيرة، لأنه إذا بدنا نقرأ القراءة هيدي، ليش اثنيناتهم قدموا تقدمة؟ صح. ولكن ليش الله قبل تقدمة هابيل وما قبل تقدمة قايين؟ إذا بدنا نقرأ النص هيك، يعني رح نفوت بمتاهات، يعني ما نلاقي لحل، ولكن رح نفوت بقراءة معنا نتمعن أكثر بهالقراءة ونشوف إنه مش هيدا السبب. أبدا مش هيدا السبب، لبل العكس. أن السبب الظاهري، السبب الظاهري هيك اللي بدغري للعين، هو من وراء الله اللي قبل. نعم. التقدمة قتلوا. نعم. بعض، بس في سبب كتير دفين، مش هيدا هو، مش دفين. هيدا. ايه، أكيد. بدنا نكتشفه أكيد إن شاء الله. أوكي. إن شاء الله. والإشكالية الثالثة، إنه ليش قايين يلي هالدنيا واسعة كتير عليه، واسعة كتير كتير، مش حدا غيره، ليه رفض خيو؟ شو السبب؟ هيدا هو الموضوع الكبير، انه كل شيء عندك انت وليش ترفض خيك؟ هيدا من اشكاليات كبيره، ما بعرف، رح نحاول نجاوب عليهم شوي وشوي شوي وشوي. خلينا نفوت مبدئيا من بعد ما طرحنا الاشكاليات الكبيره بهالنص اللي هو تكوين فصل 4 من الايه 1 للايه 16. نعم. اوكي، 16 آية، نص كبير، نص كبير، رح نحاول قد ما فينا نمشي شوي وشوي. أوكي. شوي وشوي. نعم. ببلش النص بيقول: وعرف الإنسان حواء امرأته فحملت وولدت قايين. عرفه.
ببلش فعل عرفة. هيدي اللي كنت عم قولها، انه فعل عرفة بالكتاب المقدس عندما يستعمل منه اليوم اذا بنقول عرفت يعني شيء انتلكتويال، شيء فكري، إيه؟ بينما فعل عرفة بالكتاب المقدس هو فعل معاش، يعني فعل إجمالا يستعمل للمعرفة العميقة، المعرفة وخاصة بين الزوج والمرأة. نعم. وامرأته. نعم. يعني عرف أقام معها علاقة زوجية، والنتيجة هالمعرفة بين الإنسان وحواء أنه حملت. فإذا دغري نفهم شو معنات عرفة. نعم. أقام معها، فإذا في علاقة كينونية، كينونية مش أنه معرفة فكرية. فحملت وولدت قايين. قايين. قايين هيدي ثمرة أول ثمرة علاقتهم مع بعضهم، أنه ولد أول إنسان شاب، طلع شاب مش بنت، وهالشاب هو مثل ما قلنا ولادي طبيعية. يعني أول مرة بنشوف إنسان يخلق من علاقة رجل وامرأة. بس هالشاب كمان عنده قبل ما نوصل لعند قايين، يعني مش نحن هلا بمعرض نقول شو معنات اسم قايين وشو معنات اسم هابيل، لأنه فيها كتير رموز القصة. القصة كلها كلها رموز. نحن بهمنا نفوت بالإشكاليات، بدنا نفوت الإشكاليات مش هيك. ولكن بتقول الأم قد اقتنيت رجلا من عند الرب. أنا عندي هون بقول رزقني الرب ابنا. ابنا. رزقني الرب ابنا. بلش كتير مقدس يعني ما بدنا ننتقد كتير الترجمات، ولكن النص الأساسي العبري، لأنه النصوص بين إيدينا مترجمة على اللغة الأصلية العبرية. نعم. النص العبري بيقول إيش، وإيش يعني رجل. مش بين، مش ابن. فإذا عشان هيك لازم يكون هلأ هو يمكن عم بحاولوا يهربوا من إشكالية جديدة هون، إنه المرأة الله رزقها بين إيديها، مش رزقها رجل. أوكي. رزقها ابن. ايه؟ يعني في إشكالية. صحيح. ايه؟ يمكن كي تحاكي الجيل هلأ كمان تحكينا نقدر نفهمها ممكن، بس إنه إذا بدنا نحطها بإطارة صعب الواحد يفهمها. هل ترى لدرجة إنه في ناس قالوا يمكن عم تقصد عن جوزة؟ قد اقتنيت رجلا يعني زوجة. إيه؟ إنه كيف يعني لازم يقول قد اقتنيت بيبي، ولد صغير. ابن صغير، طفل. هلا بس إنه رزقني طفلا، أول ولد يعني. إيه بس ليش اقتنيت رجلا؟ أوكي. مشان هيك هلا هون في تفسيرات بتقول إنه ممكن كتير فيها نوع من توازن، لأنه قبل شوي بالفصل الثاني وقت اللي من الإنسان خلق الرجل والمرأة، الرجل بلش يحكي بيقول هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. فإذا نسب الرجل المرأة له، مع أنه اثنيناتهم أخذوا من إنسان، لأنه عم بحكي أنا كتاب مقدس مش عم بحكي. فإذا كان في بالأساس الإنسان، ومن الإنسان خلق الرجل والمرأة. ولكن مشوف أنه الرجل بلش بالحكي وقال هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت، فإذا عمل أنه المرأة أخذت منه. هون بلكي في ردة فعل أنه هيدا الرجال إجا مني. منيحة. إيه ممكن هيدا هاي المساواة. المساواة. ايه هيدا هي للمساواة، انه بالطبيعة نحن بالنهاية ما حدا يقول انا جاي من مين، لا المرة جاي من الرجال ولا الرجال جاي من المرة، ما حدا اعلى من حدا متساويا. ايه اصلا حتى الكتاب المقدس بيرجع بيقول ما حدا يتباهى على الثاني، لا انت منك اجت المرة ولا من المرة اجى الرجل، هون الرجل. ايه ولكن اثنيناتهم اجوا من عند الله. محلول القصة بعدين، بس تنضج الفكرة بعدين. اوكي. فاذا هي اقتنيت رجلا من عند الرب. حلو، من عند الرب، يعني كمان هو الرب هو المصدر. نعم. ثم عادت فولدت أخاه هابيل. بلشت المشكلة. ليش؟ لأنه بشوف أول رجل بحد ذاته اقتنيت رجلا من عند الرب،
قائم بحد ذاته. وهلأ رح نشوف شو هي الامتيازات يلي حصل عليها قايين. أوكي. ولكن اللي بفاجئنا أنه ولدت أخاه هابيل. كلمة أخاه كأنه ولادة الصب الثاني عم ننسبها للأخ الأكبر. آه. يعني مش كمان اقتنيت رجلا آخر رجلا. اقتنيت أخاه هابيل. بلشت المشكلة مع الأخوة. فإذا بلشنا حتى بكلام الأهل أنه هو خيك. بلشنا. ايه فينا نشوفها دائما بعيالنا. ايه 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 اكيد رح نحكي عن التأوين بعدين بس تنفوت اكثر ان شاء الله يصير وقت نحكي لانه النص كتير كبير. فاذا المشكله بلشت مع المعلق. فكان هابيل راعي غنم وكان قايين يحرث الارض. بلشوا يخبرونا عم بيعرفونا عليهم كل واحد منهم شو مهنته توجهه كمان طاقاته واحد بالأرض وواحد راعي غنم أو لك هيك طاقاته ممكن لا يمكن في شيء أبعد من هيك أه. في شيء أبعد من هيك. خلينا نتفي نشوف إنه قايين هو الولد البكر أول شيء صبي نعم نشوفه بعدنا لحد اليوم بشرقنا صبي وبكر. هو الكتاب المقدس عنده كتير امتيازات الولد البكر. صحيح الولد البكر أول امتياز ديني هو مكرس للرب. هيدا الباكورة أصلا كل شيء بالباكورة بالناس وبالحيوان وبالمحاصيل مكرس للرب. الباكورة هي أول امتياز قايين. فإذا هيدا شغلة زيادة عن خيو. تاني امتياز قلنا امتياز كان قايين يحرث الأرض. أوكي. يعني كان فلاح يعني كان مزارع. يعني إذا بدنا نفوت أكتر نرجع وقت الله خلق آدم كانت مهنته حراسة الأرض. وكلوا ربنا للإنسان الأول أنت عليك تفلح الأرض وتحرسها وتستثمرها. فإذا نقدر نستنتج أنه قايين ورد مهنة بيو. هيدا تاني امتياز. وهيدا بعدنا اليوم كمان بنشوفه بعيالنا بعد يعني عم بخف بس بالأساس إذا بنرجع للأجيال القبل البي شاف عم بحكي عن ضيعتي لأنه نحن كتير معروفين بالطبخ طبيعي دغري إجا على راسي ابنه بده يطلع أو باتيسي أو شيف طبخ يعني طبيعي أول شغل بفكر فيها يعلمها لابنه أو البي حداد كمان ابنه بيطلع حداد أو البي حكي أو حكي ابنه لازم يكون حكي. فإذا هاي طبيعي. فإذا خاصة الابن البكر هيدي تاني امتياز أو التالت ما بعرف وين صرنا. تاني امتياز أنه أخذ صنعة بيو. ثالث امتياز الولد البكر. الولد البكر هو بيقولوا بيحمل اسم العائلة. بيحمل اسم يعني هو بده يحمل اسم العائلة وفعلا هيك بس يطمنوا بالهم إجا مين كأنه يخلدنا لأنه البنت بالنهاية رح تاخد اسم زوجة. صحيح. هو رح يحيي ويخلد بين مزدوجين لأنه خلود مرابنا الاستمرارية. أوكي. كمان عندنا امتياز للولد البكر أنه من أول ما بيخلق ببلش يقولوا له أنت بدك تحمل مسؤولية أخوتك حتى أمك أوقات. يعني بغياب الوالد الصبي بغياب الوالد بنشوف أنه الولد البكر هو البديل أو الرديف للبي. فإذا عنده امتيازات كتير كبيرة ما عنده إياها خيو الأصغر منه. هم همين. فإذا عم شوف بأي وضع خلق قايين بينما خيو الثاني راعي منه عنده صنعة بيو. ابتكر صنعة جديدة ما كان حدا بعد نسيته. يمكن مش ابتكر قد ما هو انه ما في اثنيناتهم يكون عندهم نفس المهنه. ليه؟ لانه كمان من امتيازات الصنعه يلي اخذها قايين انه انت
حارس أو أنت بثاء حارس يحرس الأرض أو فلاح أو مزارع، يعني أنت نوعا ما نقيت وين بدك تعيش حد المي، يعني مهنتك فيها استقرار، مهنتك بتأمن لك المردود، يعني بتعرف تزرع تحصل على المحصول، في استقرار، في مردود، في تجاه العيلة بتعرف حالك بآخر النهار بترجع على البيت ما عندك هم. بينما هابيل خيو راعي، وبما أنه خيو مزارع رح يبعد عن خيو تما حتى الماشية ما تاكل الزرع تبع خيو. فإذا هو مجبور بهالمهنة يبعد ومجبور يفتش عن مراعي للماشية، وبهالبعد وبهالتفتيش رح يتعرض لمخاطر كتيرة. أول خطر بهيديك الأيام بنعرف أنه بده يبعد، معناتها رح تجي الوحوش المفترسة بدها تهدد القطيع. صحيح. تاني خطر لللصوص، واللصوص ممكن يهجموا عليه اللصوص ويأخذوا له من المواشي. فإذا حتى بالمهنة بنشوف أنه في امتياز بين قايين وبين هابيل. حتى هابيل ما عنده استقرار، بده يضله يمشي مع هابيل اللي ما عنده الاستقرار. هابيل الراعي ما عنده استقرار مثل قايين اللي عنده استقرار. يعني على كل النواحي هابيل حياته معرضة للخطر أكثر أصعب من خيو. أصعب رح نشوف. وحتى ما عنده استقرار، يمكن بالليل من عشية إذا كان بعيد ما يقدر يسرب على البيت. صحيح. معناته مع عائلته كمان ما في استقرار لأنه ما بيعرف حلو بيرجع أو ما بيرجع. بينما خيو قايين مأكد الرجع. بعد ما طرحنا هالإشكالية الأولى اللي هي إشكالية الأخوة، وعرضنا بين اثنين كل واحد شو امتيازاته وشو المخاطر يلي رح يعيشها، خلينا نتوقف للحظات وبنرجع نكمل مع الإشكاليات الباقية ببرنامج مشوار بكتابك الجزء الثاني. نرجع معكم بمشوار بكتابك الجزء الثاني. اليوم عم نحكي عن قايين وهابيل بسفر التكوين الفصل 4 من الآية 1 للآية 16. كنا وصلنا معك للمعضلة أو الإشكالية. عرضنا الوضع أكيد عن الأخوة، امتيازات كل واحد، وبين معنا أنه قايين عنده كامل الامتيازات المريحة بالمية مية المريحة. هلأ هذا مريح في التقسيط المريحة. بينما هابيل الراضي بس عنده مشاكل كتير كراعي وعدم استقرار. أوكي فينا ندخل. أوكي هلأ بنشوف أنه بلشت العقدة. أيوة. أنه بلشت العقدة أنه اثنيناتهم قدموا من تقادم للرب. هابيل في عنا نتفة شي صغيرة بميزه عن خيو، قدم من أبكار غنمه البكورة. رجعنا لما فكرة البكورة. بينما قايين خيو قدم للرب، وطلعت النتيجة قايين طلعت النتيجة أنه الرب نظر إلى تقدمة هابيل بينما لم ينظر إلى تقدمة قايين. ليش هون منحاول نلاقي ليش الرب لم ينظر إلى تقدمة قايين؟ في منهم بيقولوا ممكن يكون أنه قايين عمل له شي خطية قبل ومش مذكورة. هلأ نحن ما فينا نقول افتراضات، نحن منقول النص شو بيقول. صحيح. النص شو بيقول. تاني نظرية بتقول كمان أنه ممكن كمان قايين قدم من أسوأ المنتجات للرب، يعني ترك المنيح لقاله وما قدم من منتجات الأرض. نعم. ثالث نظرية ممكن بتقول أنه الرب هو حر بالنهاية، الاختيار المجاني والحر. الحقيقة مش مزبوط هيك أنه الرب حر، يعني في هون بيكون في تمييز، في تمييز، والرب لا يميز. والرب لا يميز. بنشوف أنه رح نلاقي ليش صار هيك. لماذا لم يرضى الرب عن تقدمة قايين؟ من النص بذاته. بنشوف أنه وضع قايين، غضب قايين وأطرق رأسه. هالفعل أطرق رأسه له كتير تعبير. أطرق يعني نخ راسه، يعني وطى راسه.
ونحن بنعرف هلا خلينا نتخيل الوضع انه انسان انت نفترض باحتفال بلقاء بهيك كل الناس عم يحكوا مع بعضهم وكل هيدا واحد قاعد وحاطط مخه بالارض شو معناتها؟ يعني بنقدر دغري نفسر انه هيدا الانسان بهيك وضع انسان ما بده يبني علاقه مع حدا انفصل عن الباقي انسان ما بده يبني حوار مع حدا انسان انفصل عن اخر يعني هو عايش بعالمه ما بده يعيش بعالم ثاني بس هي واحد بينفصل عن الاخرين بلش تنمى اشياء بالداخل كثير قاسيه هي هي فاذا هون بلشت تتوضح المشكله انه قايين عنده المشكله ما بده يبني حوار مع حدا هي ما بده يبني فقال الرب لقايين حلوه قال انه هون انسان من غلق على ذاته ما بده يبني علاقه مع حدا الرب يبادر اليه حلو ايه يبادر اليه وشو عم بيقول له لما غضبت ولما اطرقت راسك هالاسئله اللي الرب عم يطرحها على قايين اسئله تربويه يعني مش قال له قوم اترك حالك قوم احكي معنا قوم هيدا لا حاج قلب لخلقك حاج قلب لخلقك حاج ايه او لابس وجهك عقفه مش هيك منقول هيك لا عم بيسألوا اسئلة تربوية حتى قايين يلاقي الجواب هاي التربية يعني المربي رائع وبقول له لما غضبت لما غضبت فإذا ولما أطرقت رأسك ليش يا قايين يعني بطريقة تانية الرب يدعو قايين إلى الحوار عم يسأله أسئلة لأنه لو بده يقول له قوم وعمول هيدا ما كان رح يعمل شيء وبالنهاية إذا بدنا نقول صوت الرب هو صوت الضمير لأن عارف حاله قايين بعد شوي شوي حتى يسأل حاله مش بس الحوار يعني يسأل يسأل حاله ليش غضبت ليه؟ أنا ليه ليه أوكي وبيكمل الرب وبيقول فإنك إن أحسنت أفلا ترفع نفسك رأسك لو أنت عملت شي منيح عايش منيح بتكون مفتخر بحالك وضميرك مرتاح وبتواجه بتطلع بعيني بينما أنت بتطلع بالأرض أفلا ترفع رأسك فإذا أنت عم بحاول يفسر له بعده عم يطرح عليه أسئلة تهو يلاقي الجواب قايين وإن لم تحسن أفلا تكون الخطيئة رابطة عند الباب من يربط الأسد الحيوان الأسد والنمر والكلب وإلى آخره الحيوان يربط فإذا بهالسؤال المجازي اللي عم يسأله عليه في مجاز يعني صح طبعا طبعا عم بشبه الخطيئة الرابضة عند الباب مثل كأنه خطية رابضة بقلب قايين قاعدة بقلبه وناطرة مثل الحيوان المفترس ناطرة الفرص تتحينها حتى يهجم ويفترس مثل باللغة الدارجة بنقول صليله صليل يعني الخطية هي صليت له أي متى بيكون في شوية ضعف تتحكم فيه فإذا ربنا عارف وضع قايين شو بأي حالة ناطر خطيته اللي هي رح نشوفها بهي شو هي رابضة وناطرة متحين الفرص وربنا عم بحاول يفسر له بطريقة تربوية أنت وإنك بعدين بقول له إليك تنقاد أشواقها فعليك أن تسودها كتير حلوة هالخطية عم تنقاد إلى أنت يعني هي حكمتك هالخطية اللي أنت اللي هي الأنانية بالنهاية يعني تتأكله إذا فينا نقول من جوه تتأكل وهي تسودها هي سيدته هي سيدته لتسوده لقايين ولكن ربنا عم بقول له عليك أن تسودها هالأنانية متحكمة فيك لدرجة ولكن أنا من هلأ عم قلك أنه أنا لعطيك كتير إشياء ما تخلي هو يسود عليك خليك أنت تسود عليك عليك عم يعطيه النصيحة الأبوية يلي بتخليه يتخطى اللي بده يصير بعد شوي كتير حلو أوف رائع جدا نعم مشوف هون قايين لم يجب لأنه قايين مش عم بفوت بمنطق ربنا مش عم بفوت بالحوار بعده مفوكس على فكرة وما بده يطلع منها أو قال له الحقيقة عرف حاله مزبوط. عرف الحقيقة ولكن نشوف قايين لم يجب الرب ولكن قال قايين لهابيل أخيه انقض على أخيه بعده براسه الأفكار هي ذاتها لنخرج إلى الحقل
هل نخرج إلى الحقل فيها كأنه قايين عمل سابق تصميم، يعني مخطط شو بده يعمل، مخطط شو بده يعمل مع خيو، وبعدين بده إياه وين يستفرد فيه. روح بدنا نروح أنا وياك على الحقل، لأنه دايما اللي بده يخطي بنعرف أنه في قتل في هذا ما بيعمل، لأنه هو بالنهاية في توبيخ ضمير من ذاته برا، بلكي هونيك ما حدا بيشوفنا. لنخرج إلى الحقل، فلما كان في الحقل وثب قايين على هابيل أخيه وقتله. فينا نتوقف للحظة؟ فينا نتوقف شوي لحتى فعلا نتأمل. أول شيء الفكرة الكتير كبيرة هي الخطيئة المتربصة عند الباب بعلاقتنا ببعضنا الأنانية. بعلاقتنا هي أكيد هي. الخطيئة الأنانية ناطر خيو، والنتيجة اللي أكيد بنعرفها نحن وكل الناس بتعرف هالقصة. خلينا نفكر فيها شوي تنرجع للجزء الأخير من هالحلقة المشوقة. نرجع معكم بالفقرة الأخيرة من برنامج مشوار بكتابك الجزء الثاني مع قايين وهابيل، وكنا شفنا انقض عليه وقتله قايين لخيه هابيل. فينا هيك فينا بهالجو الحزين الحزين يلي هو آني على طول للأسف الشديد. منشوف هون أول مرة وقت كان قايين بهالحالة مطرقا رأسه رافض الحوار، تدخل الرب، ولكن تدخل المربي يلي عم بحاول يطلعه من حاله ويقول له يا أخي أنا أعطيك كتير أشياء، أنا أعطيك كتير أشياء، طلع بهابيل بخيك. هلأ هون من بعد ما قايين قتل خيو رح يتدخل من جديد الرب. حلو الرب كيف يتدخل دغري فور وقوع الجريمة، يتدخل فور وقوع الجريمة ويقول أين هابيل أخوك. هون تدخل الرب، الأول كان تدخل مربي لنا، هلأ هون تدخل قاضي مستنطق أو مستجوب، وعم يطرح عليه سؤال. هالسؤال اللي عم يطرحه عليه كأنه عم بيقول له بعرف أنا كل الحقيقة، وين خيك؟ إيه بس الحلو ما قال له ليش قتلت خيك، ما قالوش، قال له أين أخاك، أين خيك، وين خيك، أين هابيل أخوك؟ تفضل. ليش بيجاوبوا قايين؟ لا أعلم، أحارس لأخي أنا؟ الجواب يلي قاله قايين أول شيء لا أعلم، جواب معهود لكل مجرم، دايما دغري بحاول يتنصل من الجريمة، لا أعلم، بس أكتر شيء أحارس لأخي أنا، يعني كأنه بتمسخر عليه شوائح إنه شو مين أنا حارس وهو راعي غنم وبيروح هيك كأنه هو الحارس مش أنا الحارس. آه عنده لوجيك إنه عم يستعمل اللوجيك، يعني هو الحارس مش أنا الحارس. بيرجع ربنا بيطرح عليه سؤال تاني مباشر أكتر، ماذا صنعت؟ مش قال له هل بتعرف هل ماذا صنعت؟ فإذا السؤال عملت؟ مباشر نحن بنقوله شو عملت؟ شو عملت؟ لأنه عارف وين هو شو عملت؟ ماذا صنعت؟ إن صوت دماء أخيك صارخ إلي من الأرض. هون بنشوف شيء كتير مهم، يعني عم بيقول إنه الأرض هي الشاهد الملك على الجريمة، والشاهد الملك لم يسكت وهو عم بيوصل صوت دماء أخيك. هون في عنا شيء من ناحية الإنسان المظلوم والمقتول، يعني نحن اليوم نشوف إنه اللي عم بيصير بهالشرق والقتل، وكل مرة بنسمع حدا قتل التاني بنقول وينو الله، وينو الله، بنشوف إنه الله يتدخل لصالح المظلوم والمظلوم حتى لو مات صوت الدماء بيوصل لعند ربنا. وكمان هو بنشوف بادرة جديدة بالكتاب المقدس، أول مرة بنشوفها أنه قتلوا جسده ولكن بعد في شيء عم يصرخ، يعني الحياة تستمر ما بعدهم، الحياة أقوى وصوت المظلوم يصل إلى الله. هذه كلمة تعزية لكتار فقدوا أحبة بهالطريقة الشنيعة. ما هي. والآن فملعون أنت من الأرض التي فتحت فها لتقبل دماء أخيك من يدك.
من بعد ما استجوب الله الظالم والقاتل عم يطلق الحكم عليه. بس الحلو انه مش انا لعنتك، الارض تلعنك. نحن بنفكر انه الله لعنه، ايه لكن ايه؟ الارض ملعون من الارض، من الارض التي فتحتها يعني. ايه بس حتى كمان على القليله يعني صح، الارض اللي عم تلعن، ولكن عم يطلع الكلام من تم الله. تم الله اكيد، بس هن يعني مثل كونسيكونس، مش عم تجي الفكره كونسيكونس، نتائج عمله، فينا نقول نتائج عمله هي اللعنه. اي مزبوط. هلا هو الحقيقه التفسير المزبوط، بدنا نعطي تشبيه صغير. بالمدرسة وقت اللي بيجي المدير عم بيوزع العلامات على التلميذ، بيقوله للتلميذ أنت راسب. هو لم يرسبه، هو ما سقطه، هو عم بيعلن النتيجة. هو الرسب نتيجة، هو اللي رسب، ولكن المدير عم يعلن النتيجة. ما خصو المدير. هون الله مش هو عم يلعن قايين، هو لا يلعن قايين، هو عم بيقوله انت جريمتك هي التي تلعن. هي نتيجه اعمالنا، هي بتنقلب علينا نتيجه. فاذا هو يعلن النتيجه بس، مش عم بيقول اكثر، هو لا يلعنه ولكن اوكي. وبعدين فاذا وصلنا وبقول له اذا حرست الارض فلا تعود تعطيك ثمرها، لان هو حارس. صحيح. فإذا انتبه، أنت أنا عطيتك الأرض حتى تستفيد منها، الأرض هلأ هي عم تنتقم منك. هي عم تنتقم منك. ليش؟ تائها، قبل ما يكون تائه. فإذا أول انتقام بنشوف من الأرض، لأنه الأرض يلي استقبل الدم هابيل، وقت بينزل الدم على الأرض بنشوف نحن حتى مطرح ما بيذبحوا في ذبائح الأرض ما بيعود يطلع فيها شيء. ليه؟ لأنه الملوحات يلي بتنزل بتكون بالدم هو يجعل من الأرض جرداء. فإذا أنا عطيتك يا قايين أرض خصبة حتى تحرسها، أنت ليك شو حولتك. مشان هيك الأرض تنتقم منك، ما بقى تعطيك شيء. وأكثر من هيك، تائها شاردا تكون في الأرض. هالتائه شارد يعني رجع قايين يعمل شغلة خيو، لأنه خيو أنت كنت عايش بنعمة فيها استقرار وفيها ضمان وفيها هيك، شوف خيك بأي حالة كنت فيها، كان فيها، وبتعرف على القليل النعمة والحظوية اللي أنت بدك اللي كنت حاصل عليهم وفقت. يعني هاي رح ترجع نعم تصير بالوضع يلي كان فيه خيك. يعني نتيجة هالخطية هي البعد عن الله، هي الضياع وعدم الاستقرار. الضياع وعدم الاستقرار، ضياع يعني إذا بدك تائها، يعني ضايع، ضياع نفسي، ضياع جسدي، ضياع روحي. مزبوط. وعدم استقرار، لما بكون واحد ضايع ما عنده استقرار، بضل منقص، بضل قلق، بضل خايف، انه لانه يمكن وحوش الارض صارت فيها تقتله. بس كمان بنشوف من ناحيه تانية انه حتى بعدين رح يحط له علامه ورح يحميه من القتل والاخره، مغفره وحب الله. ولكن كمان حتى لو قال له تائها شاردا تكون في الارض، هيدا ربنا عم بيعاقبه حتى يربيه. يعني ما عاقبه، منشوف كمان موقف الله منه العين بالعين والسن بالسن. يعني انت قتلت بدي اقتلك، هيدا الفكرة. الرب عم بيعطي عقاب ليتربى، في هدف من العقاب، في هدف لحتى يتحسن، مش حتى يقتله، لأن الرب هو إله الحياة. حتى مع القاتل لا يقتله، لأنه إله حياة. هذا بفوت بموضوع كتير كبير، مش موضوعنا اليوم، موضوع كتير كبير، اللي هي القتل والشنق وهذا كمان موضوع كتير كبير. مزبوط. بس انه فينا نفكر فيه. مزبوط. نطرحه هيك. مزبوط. فاذا الرب كان موقف الرب بهالاخوة، بهالخي اللي ما بده، ما شاف شيء من خيه، من الحسن، ما شاف من الحسنات يلي الله نعمه عليها كلها سوا، عندك كل هالدنيا، ما شاف شيء الا انه اجى خي ويقاسمني الميراث. هيدا كل اللي شافه، انه جاي حدا ياخذ لي من قدامي. بس انت ليك قديش عندك اشياء، ليك قدي عندك اشياء. ومنشوف انه الرب عم بيحاول يربيه. اول شيء كان معه كمربي، بعدين كان معه الله صح كان كقاضي، ولكن وقت أعلن الحكم لم يعلنه كقاضي عادل، ولكن أعلنه كأب يريد الحياة لخيه، اللي بيعطي فرصة،
بيعطي فرصة أكثر من مرة، بيعطي فرصة للإنسان حتى يعود عن خطأه، يعود عن خطأ، هي ما يعود يعمل نفس الشيء. مزبوط مزبوط. بس المؤسف جدا، المؤسف جدا، حتى مع عقاب الله المربي لقايين، لك شو بيقول لهم جديد؟ قال قايين للرب: عقابي أشد من أن يطاق، يعني أنا ما مستاهل كل هالشيء، لك شو عمله؟ يعني هي شيء، هي وضع الإنسان يلي منه شابه الحياة غير حاله. عقابي أشد، ها قد طردتني اليوم عن وجه الأرض، من وجهك أستت، يعني أنه أنا ما بستاهل كل هاللعب أنه عندي حلوة أكثر من أحتمل، وطردتني وحجبت وجهك عني حتى أنه نعم حلوة نعم. فيكون إن كل من يجدني يقتلني. هلأ هون بنرجع نشوف، خاف على حاله، عارف شو يعني الموت؟ خاف على حاله. نحن بشريعة الثأر، بشريعة أنا قتلت، هون بيرجع صوت الضمير اللي هو أقوى، اللي هو أقوى. صح، من جهتك أنا صار عندي حماية، من جهة الله في حماية، أنا أنت ما رحت، ما أطلقت علي قرار القتل، ولكن الناس بدون يقتلوني. هم شوف صوت الضمير يلي هو أقوى من كل شيء، إنه أنا قتلت، ومين ما بده يشوفني بده، لأنه أنا بستحق الموت. شو العواقب؟ وخيمة. عواقب وخيمة. هون نرجع نشوف ربنا من جديد، يعني قديش بيسامح وقديش يحمي الإنسان لحتى يربي ويفهم كل هالنعمة اللي كان عايش فيها. يعني هيدا الموضوع طرح للتأمل كتير كبير، غني وعميق كتير. غني يعني كيف الإنسان تجاه خيو الإنسان، كيف ربنا بحاول أنه يصلح الموضوع، مش بس على صعيدنا الشخصي، يعني قدي ربنا بيعطينا مجالات بالخطيئة، بقت بنعمل خطيئة قدي بيعطينا مجالات عن جديد نرجع نتحسن بيحمينا، ونحن ما بنفهم، منضلنا مش شايفين غير هالغيرة والحقد اللي بقالنا. حتى اليوم بحياتنا الطبيعية، إذا جينا أنا وياك هلأ نعتبر هلأ نحن بطاولة وطلبنا شيء من الماتر أنه يقدم لنا شيء، أنت طلبتي شيء من غير أنا، أول شيء بتطلع بصحنك أوه طيبين هنيئتهم. طب ما أنا ليك صحني منيال وحلو وديكور، أول شغلة يا ليك شو طلع لي. فإذا منشوف أنه هالمعضلة معضلة كأنه أساسية، يعني كأنه غريب الإنسان، يعني مع أنه ربنا عطينا كل شيء، والأرض هالقد واسع والقد في كل شيء لكل البشر بالتقاسم، ورفض الآخر أنه أنا بدي ابني حالي، يعني بدي حط حالي، ما بقدر يعيش غير ما أنت تكون ميت. ليه؟ ما أنت ليش ما بيقدر يعيش قايين غير ما يقتل خيو؟ ليه؟ مع أنه بغير دومين عمل، يعني حتى أنه هيداك راعي وهيداك بكملوا بعضهم، كان لازم يخليه بكملوا خي سند الظهر، يا خي جناحي، يا إلى آخره، لقى أنه بس هو الذي يقاسمه الميراث. يعني أكيد هيدا موضوع جدا بيغذينا الكتاب المقدس، عن جد هو تغذية وبنور وبيضوي على كل الأمور الحياتية اللي منعيشها، وهذه أمور حياتية كتير 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 مهمة، لأنه موجودة بكل بيت. يمكن ما بتوصل، يمكن بكتير من الأوقات ما بتوصل للي وصل له قايين وهابيل، بس بتوصل لأبعد. يمكن كلمة في قتل المعنوي، الكلمة المعنوي اللي بتجرح، وهيدي يعني بتخلي عواقب كتير وخيمة لكل الحياة وكل العمر. مزبوط. نتمنى نحن نطلب من الله أنه هيك يحط الحب والوفاق والسلام وعدم الغيرة بكل العيال. الحل الوحيد أنه أنا أكتشف شو الله عطيني نعم. بس أنا بعرف أنجأ، يمكن اليوم المعلومات بتقول أنا إدي عم بستثمر من النعم اللي أنا عطيني إياها، يمكن الربع حاصل عليه. طيب اكتشف أكتر وأكتر، غز النعم، استثمر النعم اللي الله عطيني إياها، بصير بحالة كتير منيحة مع غيرك. أمين. فإذا نحن هيك بنستودعكم الفرح والسلام والأخوة بقلب العيال، ونعطيكم موعد جديد بحلقة جديدة بمشوار بكتابك الجزء الثاني. الله معكم.